بدأت ملامح تحالف أوروبي عربي بقيادة فرنسا تتشكل للتصدي للأطماع التركية في ليبيا التي بلغت حد العبث بالأمن الإقليمي والأوروبي من خلال إرسال الآلاف من المرتزقة السوريين من بينهم إرهابيون من جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي. ودفعت الأطماع التركية المتزايدة للسيطرة على موارد ليبيا وموقعها الاستراتيجي السلطات الفرنسية إلى التحرك بوتيرة متسارعة من أجل التصدي لها ولتبعياتها التي تندفع في اتجاه مغاير لمصالح باريس وتتعارض مع تصوراتها للمنطقة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من الطاولة المستديرة. والحديث عن موضوع حلقة الليلة يسعدني أن أرحب بضيوفي. معي من القاهرة أستاذ خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطي، ومن باريس الأستاذ طارق زياد وهبي باحث في العلاقات الدولية، ومن طرابلس دكتور الياس الباروني أستاذ القانون الدولي. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم في الطاولة المستديرة. فضلا لا أمرا نشاهد التقرير ومن ثم نعود لاستكمال حلقتنا الليلة. يرتفع منسوب الحرارة في المتوسط في ظل الاحتقان الحاصل بين العديد من الأطراف المتصارعة والمتنافسة، ويستثمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل المناسبات المتوفرة لتسليط الضوء على العربدة التركية في المنطقة ومهاجمتها بسبب دورها المتنامي في ليبيا. ويبدو اليوم أن هناك شيئا يشبه توزيع الأدوار بين قصر الأليزيه ووزارتي الخارجية والدفاع للتنديد بالدور التركي المتنامي في ليبيا، لكن أيضا في مياه المتوسط، وذلك تخوفا من الأطماع التركية في ثرواته الغازية والنفطية وإصرار أنقرة على مواصلة التنقيب في مياه متنازع عليها. كما لم يفت ماكرون أن يعود مجددا للتنديد بأداء تركيا داخل منظومة الحلف الأطلسي استنادا إلى الحادثة البحرية التي حصلت في مياه المتوسط في العاشر من حزيران الماضي، وكادت تفضي إلى اشتباك بين الفرقاطة الفرنسية لو كوربي وقطع بحرية تركية. رفضت تفتيش سفينة شحن يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة ومعدات إلى ميناء مصراتة. بل يبدو أن الأمور تذهب إلى نقطة أبعد، حيث بدأت ملامح تحالف أوروبي عربي بقيادة فرنسا تتشكل للتصدي للأطماع التركية في ليبيا التي بلغت حد العبث بالأمن الإقليمي والأوروبي من خلال إرسال آلاف المرتزقة السوريين من بينهم إرهابيون من جبهة النصرة وتنظيم داعش. ودفعت الأطماع التركية المتزايدة للسيطرة على موارد ليبيا وموقعها الاستراتيجي السلطات الفرنسية إلى التحرك بوتيرة متسارعة من أجل التصدي لها ولتبعاتها التي تندفع في اتجاه مغاير لمصالح باريس وتتعارض مع تصوراتها للمنطقة. تطورات متلاحقة ومتسارعة فرضت نفسها بقوة في ظل سخونة الموقف، لدرجة أن تعلن باريس تعليق مشاركتها في العمليات البحرية لحلف الشمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط بعد مواجهة مع سفن حربية تركية، ووسط تصاعد التوترات داخل الحلف العسكري بشأن الصراع في ليبيا. فرنسا تريد من حلفاء الناتو التأكيد رسميا على تمسكهم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يخضع جزئيا لعملية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، وتتبادل باريس وأنقرة الاتهامات بشأن الأحداث في ليبيا. كما تدعو فرنسا إلى آلية أزمة لمنع تكرار حادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر بين السفن الحربية التركية وسفينة بحرية فرنسية في البحر المتوسط. وتقول فرنسا إن فرقاطة تابعة لها تلقت تحذيرات بواسطة رادار الاستهداف البحري التركي عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا يشتبه في ضلوعها في تهريب الأسلحة، وهو ما يعتبر سلوكا عدائيا وفقا لقواعد الاشتباك الخاصة بالناتو، وهو ما أنكرته تركيا. وأكد الناتو أن المحققين قدموا تقريرهم عن الحادث، لكنه امتنع عن مناقشته لأن نتائجه اعتبرت سرية. وتدعم فرنسا منذ 2014 الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتصدت في أكثر من مناسبة لمساع إلى استصدار قرار أوروبي يدين الجيش وقائده. أستاذ طارق زياد وهبي، منسوب درجات الحرارة في المتوسط يرتفع ويكاد يصل إلى درجة الغليان، أنقرة وباريس وصراع محتدم في المتوسط، ماذا يحدث؟ ما أسباب هذا الصراع؟ وما المخرج أو إلى أين يمضي المشهد؟ أستاذ طارق. تحياتي أستاذ وعد ولضيوفك الكرام من القاهرة ومن طرابلس. أهلا بك. من الواضح يا سيدي أن الجمهورية الفرنسية وبالتحديد شخصية الرئيس ماكرون
تريد أن تقول للرئيس أردوغان ولتركيا أنك صحيح قوة إقليمية، ولكن كنت قوة إقليمية عليك أن تتعاطي بهذا الموضوع ضمن نطاق ما يسمى القانون الدولي، ضمن نطاق ما يسمى العلاقات الدولية. اليوم الرئيس أردوغان يعني يضرب عرض الحائط بموضوعين جد مهمين. الأول هو التنقيب عن النفط، وهو يضرب ما يسمى السيادة الأوروبية مقابل السواحل اليونانية والسواحل القبرصية، ويضرب أيضا ما يسمى السيادة الليبية باستخدامه مقاتلين من سوريا لكي يقاتلوا داخل ليبيا ضد يعني فصيل ليبي. فرنسا تريد حقيقة، وبخروجها هذا جد مهم من ما يسمى مقررات مؤتمر برلين وبالتحديد الرقابة البحرية، أن تقول للناتو أنك غير عاجز. وهذا يسترجعنا عندما قال الرئيس ماكرون أن الناتو أصبح في موت سريري، وهذا يؤكد أن الرئيس ترامب يتصرف مع الرئيس ماكرون وكأنه يقول له أنا أعطيت للرئيس أردوغان كامل الحرية والتصرف لكي يتعاطى بهذا الموضوع، وعلى فرنسا أن تسكت وتبتعد عن هذا الموضوع. للأسف الشديد فرنسا الآن تحاول أن تكون ما يسمى فريق أوروبي من إيطاليا، اليونان، قبرص، وحتى جزيرة مالطا. وهنا جد مهم موضوع جزيرة مالطا، لأن في مالطا في أيام الرئيس القذافي كان هناك استثمارات ليبية قوية جدا لها علاقة بالاقتصاد بالسياحة، وهذه الاستثمارات تريد أيضا تركيا التدخل فيها من ناحية ما يسمى المردود الاقتصادي، والذي سمعناه أن حكومة السراج أرسلت عدد من يعني أموال تتعدى 14 مليار دولار حسب ما قيل. لم أدقق في هذا الموضوع، ولكن تابعت الصحافة العالمية في هذا الموضوع. يعني سيكون موضوع جد خطير للموضوع السيادة المالية أيضا. ضيفي من طرابلس دكتور الياس الباروني، تحدث الأستاذ طارق زياد وهبي عن مسألة السيادة الأوروبية وحتى الإقليمية لغربي المتوسط المتشاطئ عليها عدد كبير من الدول، التي يبدو بأن النعمة انقلبت إلى نقمة في ظل هذا التنافس الحاصل بين تركيا وفرنسا ودول أخرى. برأيكم هذه التصريحات النارية المتبادلة من الطرفين من أنقرة وباريس في مسألة بأن سياسة تركيا في ليبيا إجرامية ومرفوضة، ما هي آليات الرفض وكيف سيتم ترجمتها من قبل فرنسا دكتور الياس الباروني؟ نعم وعد، هو في الحقيقة حتى نوضح الرؤية هنا للسادة المشاركين وأيضا للمتابعين الآن، إنما جرى في ليبيا يعني منذ 2011 كان هناك قرار أممي من قبل الأمم المتحدة 1973 لحماية المدنيين في ليبيا، وهنا انطلقت ليبيا لبناء دولة المؤسسات ودولة القانون. إلا أن في 2014 بالتحديد تعامد مجموعة من الدول لإسقاط مشروع ثورة الربيع الديمقراطي في ليبيا، وهنا برز بعض العمليات الإرهابية في المنطقة الشرقية، وهذه العمليات الإرهابية نتيجة عملية استخباراتية من قبل بعض الدول قامت بزرعها في مدينة الشرقية حتى يهموا الشعب الليبي وأيضا العالم بأن هناك إرهاب وأن هناك تنظيمات إرهابية متمثلة في القاعدة وأيضا داعش. وهنا برز حفتر في أساس أنه منقذ للمجتمع الليبي، ولكن هنا باتت النية واضحة لهناك دول تحاول إسقاط مشروع انتقال مرحلة انتقالية في ليبيا. وهنا بدأت التمرد من قبل حفتر بصفته زعيم لتنظيم الكرامة، وأصبح هذا التنظيم الكرامة من بناء مؤسسة عسكرية كما يقول، وأصبحت تنظيم إرهابي عاد في الأرض فسادا. ومن هنا انطلق في السيطرة على كامل التراب الليبي في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية إلى حين 4 أبريل 2019 عندما هجم على العاصمة، وهنا أصبح المرحلة انتقالية أخرى في معطيات السياسة الداخلية في ليبيا، وقاومت حكومة الاتفاق الوطني من خلال الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الاتفاق وأيضا القوة المساندة له، وهذه القوة حاولت التصدي لهذه الهجمة التي استمرت لمدة 14 شهرا.
وبدون مساعدات دولية. بالمقابل الطرف الآخر استنجد بالعديد من المرتزقة، سواء كان جنجويد، أيضا قوات مصرية، أيضا فرنسية، ثم توجت بالقوات فاغنر الروسية. ومن هنا رأت حكومة الوفاق الوطني أن تبرم اتفاقية ثنائية مع حليف لها لمواجهة هذا التحدي، أي أن حكومة الوفاق واجهت هذا العدوان خلال فترة زمنية طويلة وهي 14 شهرا بدون سند دولي أو بدون دعم دولي. وهنا انتقلت المرحلة إلى مرحلة أخرى، وهو بتوقيع اتفاقية ثنائية مع حكومة التركية. وهذا الاتفاق الثنائي هي اتفاق شرعي، أي بين حكومتين شرعيتين، حكومة الوفاق الوطني وأيضا الحكومة التركية. هنا حدث الفارق وأيضا نقلة نوعية في المعطيات، سواء كانت المعركة العسكرية في الداخل وأيضا على البعد الاستراتيجي السياسة الدولية. ومن هنا أصبحت التداعيات الدولية تتهاوى نحو دعم حفتر، وعين مصر تمصلت من حفتر، وفي نفس الوقت أيضا حتى دولة الإمارات الداعمة الرئيسية في هذا المنوال. وأيضا سمعنا بالأمس القريب السيد بن ويك ماكرون عندما صرح قال نحن لم ندعم حفتر وسوف نقوم بدعمنا للحكومة الوطنية الشرعية. وهذا ما حدث في نقلة نوعية في الناحية العسكرية، حيث تبدلت المعطيات الميدانية وأيضا أدت إلى تغيير واضح وصريح في الناحية من الناحية السياسية. وهنا تعقيبا ما أشار إليه الاستشارة من باريس لحظة، يعني هنا الصراع الذي حدث في الصراع الدولي حول ليبيا، ان طبيعه المشكله في ليبيا ليست طبيعه اهليه او حرب اهليه كما يروج لها الاعلام في الخارج، بل هو صراع اقليمي دولي على الموقع الاستراتيجي والزي السياسي التي تتمتع بها ليبيا. كما اشار الاستاذ طارق ان ليبيا اصبحت كعكه كبيره تحاول هذه الدول ان تقسم او ان يكون لها نصيب في هذه الكيكة. ولكن نحن لست ضد المصالح، أي المصالح العلاقات الدولية مبنية على المصالح، ولكن كيف تستفيد هذه الدول من المصالح بطرق شرعية وسلمية وبدون الالتجاء إلى القوة، أي فرنسا ومصر والإمارات والسعودية. طيب دكتور إلياس، نعم وصلت هذه الفكرة. حتى لا أطيل على ضيفي من القاهرة أستاذ خالد فؤاد حافظ، بداية تقبل اعتذاري أن حسيت أنه أطلت عليك قليلا، ولكن الموضوع في غاية الأهمية. لا أبدا. طيب شكرا لك. يعني المسألة هي في غاية الأهمية عند التحدث عن وجهات نظر مختلفة، تنافس حقيقي، احتدام هذا التنافس، اتهامات متبادلة. والآن سمعنا إلى ضيفي من طرابلس دكتور إلياس، يعني وجه جملة من الاتهامات إلى أطراف خالفت الشرعية في ليبيا ويتحدث عن الوفاق. برأيكم هل مصر هي موجودة الآن في ضمن هذا التحالف الذي تقوده فرنسا، أم لها موقع آخر ووجهة نظر أخرى أستاذ خالد فؤاد؟ طبعا تحية لضيفيك الكريمين، وتحياتي طبعا لهذا البرنامج وفريق عملي. وأدخل في الموضوع ما أثاره الدكتور إلياس في آخر كلامه، صادف الحقيقة من أن ليبيا أصبحت كعكة لقوى إقليمية. وتعلم ويعلم السادة المشاهدين أن مصر لم تكن أبدا لديها أي مطامع في أي بلد من البلدان، وكما قامت مصر بدورها العربي والقومي والإفريقي، ولا يجهل هذا أحد أبدا من خلال قناعات ذاتية. نحن لسنا غزاة، نحن لسنا بمثل هذه الصورة التي يتم تصويرها. نحن نريد الشعب الليبي أن يكون قويا موحدا صامدا، صاحب دولة ذات مؤسسات قوية. لا نريد طمعا في ثرواته، لأن يوجد لدينا كما يعلم الدكتور إلياس والدكتور طارق ويعلم كل العرب، لدينا قبائل نصفها في مصر ونصفها في ليبيا. لا أحد يستطيع أن يقول أن هناك نصف من القبائل الليبية
في تركيا والنصف في ليبيا. ليست هناك حدود مشتركة. نحن ندافع عن أمننا القومي وندافع عن أشقائنا، لم نكن محتلين به في يوم من الأيام. ما يزعم أن مصر تقوم بمحاربة حكومة الوفاق الشرعية يحتاج إلى تدقيق. لماذا؟ لأن حكومة الوفاق تحديدا انتهت مدتها. اتفاقية الصخيرات التي أسست لتلك الحكومة انتهت مدتها. قد يقول قائل أنه أيضا انتهت مدة البرلمان الليبي، قد يقول قائل أن الاثنين إذن نحن لدينا واقع يمثل دولة في ليبيا تحتاج إلى تكاتف الجميع لأجل منع الاستيلاء على مقدراتها والسطو عليها عبر ميليشيات. هم يقولون أن هناك مرتزقة وما إلى ذلك، وما قولكم في المرتزقة الذين أتوا من كل أصقاع الأرض وجاء بهم الرئيس أردوغان وخرق الحظر الذي قام به حلف الأطلسي الذي لم يقم باتخاذ اللازم من في لمنع هؤلاء من أن يقوموا بإمداد طرف ضد طرف بالأسلحة والأفراد وجميع القوات. إذن نحن هنا ندافع عن أمننا. يعني أنا لما أجي أقارن ما بين دور مصر ودور تركيا أقول بالحق وباليقين وبصرف النظر عن كوني رئيس لحزب سياسي مصري، أقول أنني جار لليبيا تحدني بينها وبين 1200 كيلومتر طولي، بيني وبينهم علاقات نسب ومصاهرة. إذن لا يمكن أن يصفني أحد بأنني يعني ليست لي صفة أو ما إلى ذلك من مسمات. أستاذ طارق زياد وهبي، فرنسا تنسحب من البحر المتوسط بعد الاحتكاكات مع البحرية التركية، برأيكم لماذا هذا الإجراء على وجه الخصوص؟ ألا تملك فرنسا أوراق أخرى تتعامل بها مع هذا الموقف أو هذا الملف أم ماذا أستاذ طارق؟ علاقات الدول دائما مبنية أمام ما يسمى المؤسسات الدولية. يعني كان ناتو هو الذي سيحل المشكلة ما بين تركيا وبين فرنسا، ورأينا أن التحقيق ذهب إلى أن يقول للفرنسيين أنكم معكم حق بهذا الموضوع، ولكنهم كما قال الدكتور بياس عندما تقوم هناك ما يسمى معاهدات ثنائية بين الدول، الدول ترتبط بذلك. لذلك تركيا يعني الدكتور بياس تتحايل على القانون الدولي بالقول أنني أنا أملك اتفاقية ما بيني وبين ليبيا تسمح لي حتى بما يسمى التعاون العسكري أو التعاون الاقتصادي أو حتى حماية تركيا أو ليبيا قد تستطيع أن تحمي تركيا. يعني الأتراك شاطرين بهذا الموضوع، رأينا كل الجولات في شمال شرق سوريا كيف قاموا بهذا الموضوع. بنفس الوقت يا سيدي، فرنسا من البدء، يعني وأنا بأسف أن أقول ذلك وأنا أعرف فرنسا، من قتل القذافي؟ من هي الطائرات التي قتلت القذافي؟ فرنسا كانت التدخل الأول لها في ليبيا. صحيح. تحمي الجنوب الليبي ليس لأجل الجنوب الليبي، ونعلم ذلك لأنه أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا موجودة في مالي، ومالي هي جنوب ليبيا. ليبيا صح. إذن فرنسا تحاول حقيقة أن توفق ما بين التدخل الإنساني بين قوسين، هذا ما قاله الرئيس ساركوزي، تذكروا جيدا على موضوع بنغازي، أراد أن يرسل الطائرات لكي لا يقوم الرئيس القذافي بقتل الثوار الموجودين في بنغازي. يعني التاريخ يعيد جد مهم. وتحركت بمفردها وقتها صح أستاذ طارق، تحركت فرنسا بمفردها وقبل حتى أن يتم إنهاء الاجتماع، اجتماع مجلس الأمن أو اتخاذ البند السابع. تفضل أستاذ طارق. نعم
نعم، بس لأنه استعمل الأستاذ الياس مفردة أنه المشير حفتر هو منشق أو يعني خارج عن القانون. ليذكروا للدكتور الياس أن المشير حفتر قدم هو والسراج إلى باريس لاجتماع بحضور الرئيس ماكرون، يعني كشخصية مهمة لها علاقة بموضوع أن يتم يعني حوار حقيقي بين الليبيين. أنا لا أدافع عن المشير حفتر، أنا أحاول أن أقول، وهذا ما أقوله دائما على وسائل الإعلام والتي يعني ضروري أن الليبيين يحلوا المشكلة. عندما يدخل غير الليبيين بالمشكلة تصبح المشكلة أصعب ومعقدة أكثر، وهذا لبناني من يعني فرنسي من أصول لبناني يقول لكم ذلك، لأن مشكلة لبنان تفاقم عندما تدخل التدخلات الى ما يسمى المعسكرات داخل البلد، وهذا ما يحصل في ليبيا. وللاسف الشديد عندما نعتوا ان ليبيا اصبحت سوريا جديده لها علاقه بموضوع انفجار الوضع. اعود فقط للقول لزميلنا في مصر ان مصر كانت تنعم بما نسمى بحبوحة اقتصادية باليد العاملة المصرية التي كانت تعيش في ليبيا والتي كانت تقدم من ليبيا أموال تضخها في السوق المصري، وهذا يعني عندما أصبحت المشكلة في ليبيا ضرب فعلا ما يسمى عدد كبير من المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا. ويوم أعتقد أن الرئيس السيسي بإشهاره الموضوع الأمني هو يقول للبعض أنكم أن تعلموا جيدا أن مصر لن تسكت عن أي تطور إرهابي قد يحصل على حدودها. وأنا برأيي ما قاله الرئيس السيسي هو الذي سيفعل بمرحلة من المراحل ما تريده فرنسا اليوم. دكتور الياس الباروني، حقيقة أريد أن أخذ منك تعقيب، ولكن بداية الأستاذ طارق نوه على مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة لعب تركيا على المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات. لماذا لا يتم إغلاق كل الأبواب والطرق على المتدخلين والطامعين في الكعكة الليبية كما وصفت حضرتك، وأن يكون هناك حوار حقيقي حقيقي بين كل أطياف المجتمع الليبي بقبائله وجيشه وحكومة الوفاق أيضا؟ نعم وعد هنا دائما الدول التي يكون لها رؤية مستقبلية لبناء نفسها وتكون لها دولة دور فاعل على الصعيد العلاقات الدولية يجب أن تكون لها نفوذ في الدول المحيطة بها، وخاصة أن ليبيا تعتبر لها بعد بالنسبة لتركيا بعد تاريخي وأيضا بعد أيضا اجتماعي وبعد أيضا سياسي كما العلاقات الليبية المصرية. وحيث أن المجريات السياسة الدولية عقب تطورات الربيع الديمقراطي عقب 2011 أصبح هناك بروز بعض الدول تحاول إسقاط مشروع تطورات الربيع الديمقراطي من جهة، ومن جهة أخرى تحاول هذه الدول أن يكون لها موضع قدم في كل البقاع المعمورة، وهنا أقصد بدول الخليج بالتحديد، هنا دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا المملكة العربية السعودية تريد هذين الدولتين أن يكون لها موضع قدم في دول شمال أفريقيا من مصر وتونس وليبيا وأيضا الجزائر. وهنا حتى أوضح نقطة هنا قد تكون يعني غائبة عن الكثير، إن ليبيا عقب 2011 بالتحديد سنة 2012 ذهب الليبيون جميعا إلى صناديق الاقتراع وكون الجسم التشريعي المسمى المؤتمر الوطني العام، إلا أن هذا المؤتمر الوطني العام نتيجة بعد مرور فترة زمنية أصبح هناك تدخلات دولية تدعم فريق دون فريق آخر، أي بمعنى هناك كتل داخل المؤتمر الوطني العام قدمها داخل ليبيا والقدم الأخرى تقوم برعاية هذه الدول التي ذكرتها آنفا. إلى جانب آخر هناك أيضا بعد استخباراتي انتشر أو جهز الأرضية في المنطقة الشرقية، أي ليبيا لم تعاني الإرهاب ولم يكن لها محاولات الاغتيال ولم يكن هناك قاعدة وداعش عقب 2011، إلا أن الاستخبارات في مصر نظام السيسي وأيضا الإمارات بالتنسيق مع دحلان
زرعوا القاعدة وزرعوا داعش في المنطقة الشرقية ليوهموا أن ليبيا توجد بها إرهاب. وهذا ليس تحليل وليس عبارة عن معلومات دقيقة من الاستخبارات الليبية. وأيضا حاولت الحكومة في تلك الفترة، أي الحكومة أثناء المؤتمر العام وخطبت مصر وخطبت أيضا الإمارات، طيب، بأن هناك عمليات استخباراتية من هذه الدول لإسقاط مشروع قيام الدولة في ليبيا. هذا ما جعل الفوضى الآن العالمة في ليبيا، والتقسيمات أصبحت الدول الآن تحاول أن تقطع ليبيا جزء، كل جزء تتبع هذه الدول بعينها. ومن هنا لجأت ليبيا إلى، أو أصبحت ليبيا الآن مقسمة إلى بسط نفوذ لهذه الدول، دول الخليج من جهة، مصر أيضا من جهة أخرى، أصبحت هناك فرنسا، روسيا، تركيا بالجانب الآخر. هذه الشبكة المعقدة من العلاقات الدولية تجاه الأزمة الليبية، أصبحت الآن ليبيا في مهب الريح، وأيضا تزير من قبل هذه الدول الفاعلة في الأزمة الليبية. ومن هنا أصبحت تركيا الآن لعب دور كبير جدا بالمقابل للطرف الآخر المتمثل في فرنسا وروسيا والدول التي تدير في راكبها. وبالتالي هنا كليبيين نحن، وأنا كشخصي كمتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي، لا أؤمن، أو بمعنى لا ندعو إلى التحالف المفروض عليك، يعني معنى ان يجب على الدولة ان تكون لها سيادة وان تبسط سيادتها على كامل تراب الوطن، وفي نفس الوقت ان تكون لها كلمة في 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 على الصعيد السياسي والاقتصادي الدولي. الا ان المعطيات الدولية والتدخلات الدولية السلبية وصل بهم الحد الى محاربة الشعب الليبي، وايضا قصف المدنيين طيلة 14 شهر، العاصمة تقصف وتقتل وتسرق وينزح أهلها. بالتالي ماذا تريد من الشعب الليبي، وما تريد أيضا من حكومة الدفاع الوطني أو حكومة شرعية الوفاق الوطني، ماذا تريد أن تفعل؟ طيب تفعل دكتور إلياس، نعم، خلق ثنائي، طيب، أو خلق حليف لمحاربة الطرف الآخر. طيب وصلت فكرتك، حتى لا أطيل أيضا على الأستاذ خالد فؤاد، لابد من الضرورة في مكان أن تعقب على ما تفضل به الدكتور إلياس، وبالتحديد الجزء التي تخص جمهورية مصر العربية. دكتور خالد، أستاذ خالد فؤاد. طبعا ليس بمستغرب أن يقول الدكتور إلياس هذا الأمر، لأنه وقع تحت سيطرة الحكومة التركية الآن، وأنا مشفق عليه، لأنه لا يعلم أن مصر تربأ بنفسها أن تقاتل الشعب الليبي. ليبيا دولة شقيقة، دولة عربية، دولة جارة، دولة ما بيننا وما بينها نسب وصهر، ولدينا قبائل ليبية في الحدود الغربية، ويعلم هو ذلك، وهو يزعم أن هناك علاقات قوية ما بين تركيا وما بين ليبيا ونسب ومصاهرة. هذا لا يقارن أبدا باللسان العربي الذي يتحدث هو به. هل الذي يتحدث الآن لا يعرف هذه طبيعة الأمر؟ وأنا متحفظ بالطبع على كلمة نظام السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس جمهورية مصر العربية، وعندما يتحدث أحد عن رئيس جمهورية مصر العربية لابد أن يتحدث باحترام، ولا يجوز أبدا أن نقوم بالاستهانة أو الحديث عن رؤساء الجمهوريات بهذا الشكل. كما أن هناك اتهام محدد قرره الدكتور إلياس، قال فيه إن إحنا زرعنا داعش. هل مصر التي تقاتل داعش في سيناء منذ عدة سنوات هي التي تزرع داعش؟ هل يجوز هذا الكلام؟ هذا كلام غير منطقي على الإطلاق. كم قتلت داعش من الأبرياء في سيناء، من المدنيين والشرطة والجيش، وهذا أمر معروف. كم قاتلت داعش كل الدول العربية ولم توجه رصاصة واحدة ضد العدو الإسرائيلي. هذه داعش التي زرعها الأردوغان. أردوغان هو الذي زرع داعش، وهو الذي أتى بها بالطيران المدني إلى بلادنا في طرابلس، لأن جميع بلاد العرب أوطاني،
ولا نقبل أبدا في مصر أن يتم وصف ليبيا أنها كعكة. لا، أنا أربأ بالشعب الليبي أنه يبقى كعكة، أنا أربأ بهذا المسمى. إن من يريد أن يكون الشعب الليبي كعكة القوى الإقليمية هو عدو للشعب الليبي، عدو القومية العربية، عدو لنفسه. أنا أدعوه وأدعو كل من يزعم أن ليبيا مجرد كعكة أن يسوب إلى رشده، وأن يعلم أن ليبيا للليبيين، ليبيا للليبيين أولا، وهكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهكذا يؤمن الشعب المصري ويؤمن كل أو تؤمن كل قوى السياسية. أستاذ طارق زياد، هل نجحت بالفعل القاهرة في وضع أنقرة بين فكي كماشة اقتصادية وعسكرية من خلال الاتفاقات التي أبرمتها مع شركات فرنسية وأمريكية وبريطانية؟ أستاذ طارق مباراة لك. الرئيس السيسي كما قلت لك بموقفه الأخير هو يؤسس لما يسمى ائتلاف حقيقي له علاقة بطاولة حوار إقليمية تدعو كل القوى، يعني مصر، ليبيا، تركيا، روسيا، فرنسا، إيطاليا، للجلوس على طاولة ولقول للليبيين نحن هنا لنساعدكم وعليكم أن تتفاهموا مع بعضكم البعض، مع بعضكم البعض. وأنا أؤكد على اللي قاله زميلنا الأستاذ خالد من مصر، لا يمكن لمصر أن يكون لها ما يسمى موضوع عدائي أو موضوع له علاقة بضم ليبيا. يعني حتى عندما كان الرئيس جمال عبد الناصر بقمة قوته كرئيس لما نسميه الوحدة العربية، لم يخطر بنفس بلحظة أن يقدر أو يحتل ليبيا، ولكن ذهب ليعمل اتحاد مع سوريا، تذكروا جيدا. يعني مصر لا تزال دائما لها علاقة بما نسمى السياسة التوافقية العربية، هي التي تدعو لهذا الموضوع. على المشكلة وين يا سيدي؟ المشكلة أن الموزاييك المركبة في ليبيا والتي هي تشكل ما يسمى الأضداد، يعني هناك تناقضات كبيرة. وأرجو منك أن تسمح لي فقط بس لقصة موضوع له علاقة بالأمم المتحدة. طريقة إدارة الأمم المتحدة لملف ليبيا هو يعني بالفرنسي كاتاستروفيك، بمعنى أنه يعني وصلنا إلى مشاكل كبرى، وأصبح الأمم المتحدة تتعاطى مع الليبيين إما بالإثني إما بموضوع له علاقة بالقبلي، ولا تتعاطى بموضوع له علاقة كيف يجمع الليبيين مع بعضهم البعض منذ طارق متري حتى غسان سلامي. وللأسف الشديد أدخلوا المندوبين للأمين عام الأمم المتحدة في متاهات ليس لها علاقة بالمستقبل الليبي، لأن كل المشكلة هي الخلاف على الثورة النفطية، على الثروة النفطية، هي خلاف على المردود الاقتصادي لهذه الثروة النفطية. تخيل يا سيدي أن الاستعمارية القديمة يعني إيطاليا عندما أحست أن فرنسا تدخل بقوة في هذا الملف، ذهب وزير الخارجية ليقول للفرنسيين لا يا حبيبي نحن كنا في هذا الموضوع، شركة إلني عندها استثمارات تتخطى 20 مليار يورو بمحل بأماكن معينة. إذن هناك موضوع اقتصادي جد مهم والكل يعلم بذلك، والأتراك يعلمون جيدا بهذا الموضوع، وهم يعرفون أن خلاص ليبيا هو بالاتفاق الليبي. كلمة أخيرة على موضوع له علاقة بموضوع تدخلات الخليج يا سيدي، دولة قطر مثلا وفقا للأمم المتحدة كانت مسؤولة عن موضوع له علاقة ببيع النفط الليبي. إذا كان هناك لدى الأمم المتحدة شرعنا لمواضيع لها علاقة بتسهيل موضوع عودة الأموال التي نهبت من ليبيا، كان مسؤول عنها مندوب قطري، تسويق النفط الليبي كان مسؤول عنه شخصية قطرية ولكن معينة من الأمم المتحدة. لا يجب أن نرى، يجب أن يرى الليبيين الخليج يعني كان السعودية ولا قطر ولا الإمارات العربية كأعداء. الإخوة العرب عليهم أن يتفهموا هذا الموضوع، لأن هؤلاء يعني هذه الدول لها خبرة جيدة بالموضوع النفطي وهي تستطيع أن تنقذ ليبيا بهذا الموضوع. أنا لا أقول أنه في ليبيا هناك كفاءات في كل الأوطان العربية، ولكن هؤلاء الأشخاص هم هنا ليساعدوا الليبيين، وأنا باعتقادي لن تقوم ليبيا إلا بحوار وطني داخلي يبعد ما يسمى الاختلافات المذهبية القبلية وكل ما ذلك.
دكتور الياس الباروني، يعني خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما وصف الأستاذ طارق زياد بأنه سيشكل ائتلاف وطاولة لجمع كل المتدخلين في المشهد الليبي، وسيكون في نهاية المطاف الواقع الجديد إيجابي لإخراج ليبيا من صراع الأخوة الأعداء إن صح التسمية. دكتور الياس الباروني. نعم، اسمح لي تعقيب فقط مع حضرة الأستاذ خالد فيما يتعلق بالعلاقات الليبية المصرية، وهذا لا ينكرها أحد الحقيقة، لا ينكر هذا إلا قليل الأصل. يعني العلاقات الليبية المصرية ممتدة منذ آلاف السنين. يعني ليبيا لا تستطيع التخلي أو الاستغناء عن مصر، وبالتالي مصر لا تستطيع الاستغناء أيضا على ليبيا. وفي نفس الوقت أيضا الأمن القومي الليبي هو نفسه الأمن القومي المصري، والأمن الغذائي والاقتصادي الليبي هو نفسه الأمن الغذائي والاقتصادي المصري. وهنا حبذا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العربية المصرية هنا كما أشار الأستاذ خالد، تمنينا من الرئاسة المصرية والسياسة الخارجية المصرية أن تعاملت مع الحكومة المنبثقة من الوفاق الوطني. تعلمون أن ليبيا مرت بأزمة طويلة جدا عندما اجتمع الفرقاء في تونس ثم في الجزائر ثم في الصخيرات، نجمع عنها هذه الحكومة، وأيضا جميع الدول العالم أيدت هذه الحكومة وأعطتها الشرعية، من بينها مصر، والسياسة الخارجية المصرية هي التي اعترفت بهذه الحكومة. وفي نفس الوقت عندما قلت أن حفتر تمرد على النظام السياسي، أعطيك مثال بسيط، هل لو حلت في مصر رئيس أركان الجيش المصري يقوم بالتمرد على الرئاسة المصرية، ماذا يكون مصيره؟ هو القتال والقبض عليه. هذا ما حدث في ليبيا. صحيح أن حفتر تم تعيينه من قبل رئيس البرلمان، وهذا مخالف لاتفاق الصخيرات، أن البرلمان رئيس البرلمان أو رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق هو القائد الأعلى للجيش الليبي، هو الذي يعين القائد العام. ما حدث في 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 البرلمان هو أن سيد صالح عقيلة بصفته رئيس البرلمان قام بتعيين خليفة حفتر بصفته القائد الأعلى، وهنا أصبح مخالف للاتفاق الذي أبرم بين الفرقاء في نتيجة الاتفاق الصخيرات. هذا من جانب. الجانب الثاني أيضا، من ضمن الأخفاقات السياسة الخارجية المصرية تمنيت منها أن تتجه نحو مباشرة نحو الفاق لدعم الشرعية، وفي نفس الوقت مقاومة ومحاربة الإرهاب. إن وجد الإرهاب في المنطقة الشرقية بدون فعل فاعل، تمنينا من السياسة الخارجية المصرية أن تكون أكثر حنكة وأكثر حكمة في دعم حكومة الوفاق، أولا من تدريب الجيش وأيضا تدريب القوات الأمنية وأيضا الاستخباراتية في محاربة تنظيم القاعدة وداعش. ولكن للأسف اختارت مصر الطريق الآخر. هل تعلم سيد خالد والآن أستاذ طارق أن الآن هناك ضباط صف مصريين قاتلوا مع حفتر في طرابلس، وأيضا تم إرجاعهم إلى القاهرة وتسليم جثتهم هناك؟ لا نستطيع ان نتحقق من هذه المعلومات يا دكتور زياد. هذا انت تعطي معلومات انا استطيع التحقق منها. حضرتك اسمح لي. طيب يعني طيب ساتي لعند حضرتك استاذ خالد. استاذ خالد بس خلي يكفي دكتور الياس فكرته وبرجع لعندك وقت دورك لو سمحت. وهنا هذا ليس الان حكومه الوفاق حققت التوازن بين تنظيم الكرامة زعمه حفتر وبين الجيش الوطني تحت رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وأصبح هناك نوع من التوازن. الحوار الآن الذي ينبغي الوصول إليه، وأيضا الدعم الدولي والإقليمي، وأيضا نتمنى من دولة الإمارات والمملكة السعودية ومصر أيضا أن تتجه نحو لم الشمل الليبي. وليبيا ليست مرهونة في السراج، بس يبدو بأن ليبيا تكتوي دكتور الياس. ليبيا تكتوي بحتى نار التنافس. خليك إذا عم تسمعني. ليبيا يبدو تكتوي حتى بتنافس الإقليم الحاصل بين تركيا وقطر من جهة وباقي الدول العربية من جهة أخرى. حتى لا أطيل
أيضا على الأستاذ خالد فؤاد. أستاذ خالد فؤاد، الحديث عن خطوط حمر من قبل مصر، سرت والجفرة، وأيضا الحديث عن جبهة مناهضة لتنامي الدور التركي في المشهد الليبي من قبل فرنسا، والحديث عن بدء تشكل تحالف عربي فرنسي، أين هي مصر من هذا التحالف أيضا مع الفرنسيين؟ مصر لم تكن أبدا بعيدا عن ليبيا قبل فرنسا وقبل تكون أي نوع من التحالفات التي يشاع عنها ويقال عنها. مصر دائما يدا وكتفا بكتف مع الشعب الليبي. تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خط سرت خط أحمر بالفعل يطابق ما قاله الدكتور الياس، أن أمننا القومي واحد، أمننا القومي واحد، ولذلك فلا بد من حماية أمننا القومي بكل الوسائل. نحن الآن أمام مخطط استعماري جديد ليس من قبيل التجني على الرئيس التركي أردوغان، ولكننا أمام محددات لهذا النهج الاستعماري الجديد الذي نعلمه في شمال العراق، في الشريط الذي استولى عليه بن سوريا، في قطعه حتى لمياه الفرات وتقليل التدفقات المائية لإيذاء الشعب السوري، ودون أن يضع في اعتباره أن هذا سوف يدمر الشعب السوري ويدمر الزراعة. في الصومال عندما قام ببناء قاعدة عسكرية هناك، في جزيرة سواكن السودانية، في كثير، واتفاقية الدفاع التركي الإثيوبي المشترك المبرمة بين تركيا وبين إثيوبيا، والتواجد الذي يتواجد به الآن بقوة في طرابلس. يا دكتور إلياس، يا أخي العزيز، يا من اختلطت دماؤنا في حروب ضد كل المستعمرين، بداية من الإيطاليين وانتهاء بالحرب العظيمة التي خضناها سويا في أكتوبر 1973، اعلم يا دكتور الياس واعلم يا دكتور طارق أننا لسنا غزاة، إننا نحذر ونضع أمامك هذه الأمور. أحد قالنا غزاة، وثق تماما، وثق تماما أننا لسنا دعاة غزو ولا دعاة استيلاء على كعكة. وعلى فكرة العمال المصريين قدموا خدمات جليلة للشعب الليبي، زي المدرسين المصريين، زي العلماء المصريين، وزي ما 10 مليون من القبائل الليبية المصرية بتاكل وتشرب وتعيش وتشتغل وتزرع في مصر. نحن لم نمن عليهم هذا، نحن دائما يا استاذ خالد الموضوع للعرب. هو كم الاستاذ خالد، هي ما هو التدخل المصري الذي قد يفيد ليبيا؟ هذا هو السؤال الكبير. هل الرئيس المصري سيقوم بهذه المبادره؟ هذا السؤال. الرئيس عبد الفتاح السيسي متمسك بتفعيل المبادره المصريه، ولن يستطيع مخلوق كان او قوه كان أن تتجاسر أن تعبر الخط الأحمر الذي حدده. وسوف نقف بقوة، ونحن دعاة سلام الصقور لا سلام الحمائم. طيب. إذن المبادرة المصرية قائمة، نحن ندعو إلى السلام أولا، لكن من سيعبر الخط الأحمر سوف يكون وبالا عليه، لأنه بهذا يكون قد خرق الأمن القومي المصري. طيب. ونحن ندعو الأخوة في طرابلس إلى الجلوس على مائدة المفاوضات لأجل أن نضع حل لهذه المشكلة. تمام. أستاذ طارق، يعني فرنسا تطالب بآلية أزمة، والناتو يعني منقسم على ذاته، دولتان في الناتو الآن بينهما خلاف، وفرنسا انسحبت من المناورات. يعني يبقى السؤال الكبير أيضا كما أشرت حضرتك، الدور الإيجابي لمصر كيف سيكون، والدور المقبل للناتو ولفرنسا في ظل كل ما يحدث وارتفاع منسوب درجة الحرارة في المتوسط. أستاذ طارق،
استاذ وعد، انا لا اخفي عليك، يعني فرنسا متحسسه جدا من تركيا. لماذا؟ تركيا تشارك بعدد كبير من ما يسمى اللجان العسكريه في الناتو. تركيا تستورد ذخيره فرنسيه لمعلوماتك. تركيا شاركت مع ما يسمى اليوروبول في دول البلقان، بمعنى كرواتيا، صربيا، عندما كانت الاتحاد الأوروبي يقوم بما يسميه عملية السلام في هذه المنطقة بوجود شرطة الدرك الفرنسي، كانت تركيا موجودة بجزء منه. معناتها تركيا عندها أسرار عسكرية لها علاقة بهذا الموضوع، وتعرف جيدا النقاط القوية والنقاط الضعيفة لدى فرنسا في هذا الموضوع. لذلك فرنسا تقول حتى يعني واضح جدا، لا تنسى أن القيادة جنوب رئيسها أو قائدها هو جنرال أمريكي، والأمريكيين حاليا لا يحبون الفرنسيين. يعني عندما قال الرئيس ماكرون علينا جيش أوروبي، قامت الدنيا وقعدت أنك ما عندك الناتو، لماذا تريد جيش أوروبي؟ إذن اليوم مقاييس القوى أو ليست بمصلحة الفرنسيين، والفرنسيين يحاولون هذا الائتلاف لكي يضغطوا على الأتراك. الأتراك حقيقة اليوم هم في موقع جد قوي، علما أنهم إذا أخذنا أنه اليوم روسيا تدعم المشير حفتر بما يسمى فصائل فاغنر، وتركيا تدعم الوفاق، وأيضا هم الاتفاق تم بما يحصل في سوريا. إذن روسيا تركيا تستفيد من كل هذه التناقضات لكي تضع فرنسا بموقف جد محرج. يعني اليوم الفرنسيين يحاولون بقوة داخل الاتحاد الأوروبي واللقاء الذي سيجمع القادة الأوروبيين عفوا، البند الأول سيكون تشكيل، يعني أول سؤال، هل ستبقى تركيا مراقبة؟ هل سنوقف كل ما تريده تركيا من الاتحاد الأوروبي؟ لأن تركيا أيضا عندما يعني يصل للموضوع تقول لهم أنا سأفتح الحدود وموجودين عندي سيذهبون إليكم، تفضلوا حلوا المشكلة. إذن المشكلة دائما أن التركي يملك ما كفاية بما يسمى برأيي الاستراتيجية والعلاقات الدولية. أستاذ طارق، كلام قيم وقيم جدا، ولكن أنا داهمني الوقت كعادته، ظل معي دقيقتين حتى أكون عادل. دكتور الياس الباروني، بدقيقة واحدة تعقيب منك أخير، بدقيقة لو سمحت. هنا نحن ليبيا الآن مع الحوار العادل، لا مكان للحوار، من ساهم في قتل الليبيين ومن شارك في تعذيب الليبيين، ونحن نمد إلينا لكل الدول العالم ومن بينهم وأولهم الشقيقة إن مصر تهمنا والشعب المصري يهمنا، ونحط يدينا مع اليد المصرية في بناء الدولة، وأيضا في نفس الوقت في مرحبة الإرهاب مهما كان هذه الإرهاب. نحن الآن محتاجين لكل دولة تسعى إلى تحقيق أو لتحقيق دولتنا، دولة المساعدة ودولة القانون، وبناء أيضا المؤسسات، وأيضا محاربة كل التنظيمات الإرهابية، وأيضا بناء المؤسسة العسكرية وبناء المؤسسة الأمنية. نحن الآن حاجة لكل الأيادي، ولكن تكون يدي يجب أن تكون هذه الأيادي نظيفة والنية صارخة فعلا تكاتف نحو الحكومة الرفاق الشرعية. طيب. وأيضا مع المقيمين الليبيين نحو الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة لكل الدول الإقليمية والدولية. نعم أستاذ خالد، بدقيقة تعقيب منك أخير، تفضل. أقول طبعا مصر أديرت من قبل العصابات الإرهابية التي ذبحت 20 عامل من عمال المصريين، تم ذبحهم كالخراف، تم ذبحهم. فهل مصر عندما تحاول الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا يبقى فيه تدخل ويبقى فيه تجني علينا؟ نحن عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقنا مبادرة، تلك المبادرة تلقى دعم من الدول العربية بعدد كبير من الدول العربية. أنا أرجو أن نحكم العقل ونحكم العرب الذين لا يبغون إلا صالح الشعب الليبي، ومش عايزين نجيب يعني من يتعامل مع ليبيا ككعكة يلتهمها ويصبح الشعب الليبي شعبا يعني محتاجا. الشعب الليبي شعب عظيم نحبه ونقدره، وهم يعني لهم نسب معنا ومصاهرة. أرجو أن يسوب الجميع إلى رشدهم
ويكون هناك منطق للأشياء، لأننا نتحدث بلسان واحد ولدينا دين واحد ولدينا حدود مشتركة. أرجوكم أرجوكم فلنحافظ على أنفسنا قبل أن نلتهم، كما أسلفت وأوضحت المخطط الكبير. أرجوكم يا إخواني أرجوكم صوبوا إلى رشدكم، ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله. نعم، ضيفي من القاهرة أستاذ خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة، لكل الإضاءات والكلام القيم. وشكرا لك ضيفي من باريس أستاذ طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية، على تلبية الدعوة، على كل الإضاءات التي نرت بها الطاولة المستديرة. وشكرا لك ضيفي من طرابلس الدكتور الياس الباروني أستاذ القانون الدولي، على تلبية الدعوة، على كل الكلام القيم الذي أثريت به حلقة ليلة. شكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.